الثلاثي النهارده، لان طبعا دايما لما بيحصل هذا الاجتماع الثلاثي مصر واثيوبيا والسودان يكون سد النهضه حاضرا. ممكن تطمن الناس على تطورات هذا الاجتماع؟ الاجتماع كان ايجابي، الاجتماع عاد ارساء المبادئ اللي تم الاتفاق عليها في اتفاق المبادئ في 2015، عدم الاضرار بالمصالح المائيه المصريه، والعمل على استفادة اثيوبيا من موارد التنمية المتاحة لديها. الاجتماع كان ايجابي في انه اعاد التواصل بين الدول الثلاث بعد الجمود في التواصل والمشاورات الفنية واللقاءات عبر 7-8 أشهر الماضية، وبالتالي سوف تستأنف اللقاءات في القاهرة يوم 20 فبراير الحالي حتى نستأنف المشاورات السياسية والفنية. يعني تم الاتفاق على اجتماعات، على جدول للاجتماعات علشان نتكلم في موضوع السد بعد كده، لأنه هذا الأمر كان قد توقف. بالتأكيد، ويعني هذا الحديث على إرادة سياسية من الدول الثلاثة ليس فقط باستئناف المفاوضات ولكن بالوصول إلى اتفاق، وهذا هو الأمر المهم، هي نتيجة الأمر النهاردة منذ توقيع في 15 مارس 2015. يعني الوقت استغرقنا كثير من الوقت وطرحت كثير من الأفكار، وكل طرف يعلم الحدود والرؤية المرتبطة بالطرف الآخر، فعلينا الآن أن نصل إلى نقطة فيها توافق وفيها تحقيق للمصالح المشتركة بشكل متوازي، وبالتالي لدينا أمل بأن الجولة القادمة سوف تكون جولة مؤدية إلى تحقيق الاتفاق فيما بين الدول الثلاثة. هل تشعرون أن هناك حلحلة في هذا الأمر؟ يعني الأمر ابتدى يتحرك عن الأول لأنه كنا وقفنا في منطقة. لا أنا لن أتكهن بشيء إلا عندما نصل إلى طاولة التواصل والحديث، وأن تطرح الأفكار بشكل عملي ويتم إقرار الأمر في إطار القانوني. سيادة الوزير، سؤالي الأخير، إن أنا عارف طبعا جدولك يعني مثقل، وبشكر حضرتك إن كان عندك الوقت إنك تعمل معانا هذه المداخلة. خبر جديد وكنا دايما بنتمناه، أن مصر ستزرع في أفريقيا وفي الجابون بالتحديد مساحات من الزراعات، هيك ممكن تقول لنا تفاصيل عن هذا الأمر؟ والله يعني أنا يعني مش حاضر في ذهني دلوقتي، بس هو في الحقيقة أستاذ عمرو إحنا عندنا برامج عديدة في دول عديدة من الأشقاء الأفارقة في مزارع تجريبية، في رقع زراعية بدأنا في استغلالها المشترك مع الأشقاء، وهي قابلة لأنها تتوسع، بأنها كل الدراسات بتؤشر بأنها تكون فيها مصلحة للطرفين باعتبار أنها بتوفي احتياجاتنا في بعض المنتجات الزراعية، ولكن أيضا بتدخل تقنيات ووسائل مستحدثة للزراعة في الدول الشقيقة، وبتوفر فرص عمل أيضا لهم، وبتفتح أيضا نطاق للتصنيع الزراعي.